اليوم احنا في الدورة الرابعة من البازار. جيت اليوم باش نشجع الناس اللي هنايا فتحت لي ديكسبوزيسيون ديالهم، وبالاخص اني نشجع اختي عبير اللي حاطه اليوم ستاند ديالها ديال توسكي بارفان شوفو ايكور. بالنسبه للجديد الفني ان شاء الله غيخرج من مور رمضان، هي اغنيه ديال الراي اللي صورنا لها فيديو كليب في الولايات المتحده الامريكيه، ومن بعدها ان شاء الله حنا خدامين على ان دوزيام بروجي اللي هو اغنيه مغربيه شبابيه اللي فيها واحد الستيل شويه شعبي ولكن خفيف. دونك بالنسبه لرمضان كنظن انا كندوز رمضان كيف كل العائلات المغربيه، كاين بعض الاشياء اللي ضروريه في المائده، كاين طقوس روحانيه، واجواء رمضان كتجينا تري سبيسيال لان شهر كيدوز فيه بزاف ديال الروحانيات، كيكون مختلف لما التوقيت ديالو ولا من العادات ديالو، والله يبلغنا به دائما ان شاء الله. دونك انا بالنسبه ليا رمضان ما كنفيقش معطله بحكم ان عندي بيبي، دونك ضروري ما كنفيق الصباح بكري اي اومونطو ما كنعش معطله. وبالنسبه للحاجه اللي عندها علاقه بالاكل كنبعد تمام على كل حاجه عندها علاقه بالحلويات المغربيه، مع انها كتكون حاضره في الطبله ولكن ما كناكلهاش. اي دائما كنفطر بان سالاد، سالاد كتكون فاغي فيها شي شويه البروتيين، ومن ديك لا سالاد الغدا لي عاوتاني في الفطور، لان انا دائما كنت ديما في ديك رمضان كنغلط، ولكن هذه واحد ربع سنين كنحاول اني فريمون ناخذ واحد لوغيت مزيان باش امهم ما نضعفش وكي امهم ما نغلطش. بالنسبه لرمضان لا ما كانت رمضان ما كانت عصب ما حتى شي حاجه، كندوز نهاري عادي وبحال كاع الايام العاديه الحمد لله، ما عندناش ادمان على اشياء اللي تخلينا يمكن اننا نترمضنو، ميم القهوه ما مدونيش عليها، نشرب وحده في النهار الله يجعل البركه. اي فوالا هادشي اللي كاين. بالنسبه للتلفزه المغربيه اكيد كل دار مع الفطره ديال الفطور كنديروا القنوات المغربيه، انا دو ما باغ كنتفرج في مسلسل يعجبني بزاف اللي هو المكتوب اللي فيه ابطال زوينين بزاف، امين ناجي دنيا بوتازوت والقائمه طويله، وكنتفرج في ولاد الدرب. لكل الناس اللي كيتابعونا كنتمنى لهم ان شاء الله رمضان مبارك، ويدخل عليهم دائما وكل سنه بالصحه والعافيه، وكل عام وهم الف خير، ودائما يتابعوا اخبارنا وجديدنا الفني على فنان. اليوم حاضره في البازار اكسبو كانفيتي دونور، واول مره هذه اول تجربه ليا مع البازار اكسبو كاكسبوزون، دونك اليوم فرحانه بزاف بهذا التواجد ديالي معاهم. هو صراحة ملي كتكون أول إكسبيريونس ديالك كيكون فيك شوية ديال ستريس، مي الحمد لله معايا واحد الفريق اللي هو زوين بزاف، فحاولنا أننا نتغلبوا على هذا الستريس هذا، والحمد لله كلشي دايز مزيان. طبعا أنا ديما كنكون فرحانة ملي كنتلاقى البنات اللي كيتبعوني، فهذا شرف ليا ملي كيجيو كنفرح بهم، وميم طون اليوم جاو يشوفوني وجاو يتعرفوا حتى على لا مارك ديالي أي بي براند. الجديد ديالي هو الماركة ديالي اي بي براند اللي فيها عطور الشعر وفيها المسك وفيها لي بارفان بوغ لو كور، دونك درت واحد لا سيليكسيون اللي هي زوينه بزاف، والحمد لله لقات واحد النجاح اللي كبير. صراحة بحالي بحال اي امراه مغربيه، حتى هي عندها الوقت ديالها اللي كتدخل فيه الكوزينه باش توجد ديك الطبله، وما عنديش شي حاجه سبيسيال، كل نهار ونهار كيف ما قلت لك كاي عائله مغربيه. لا بالعكس الحمد لله هذا رمضان دايز زوين ودايز ميسر الحمد لله، فالحمد لله كلشي دايز مزيان. طبعا الناس اللي كنشوفهم مشهورين على السوشيال ميديا عندهم فرص اكثر، سواء في هذا المجال هذا ديال السوشيال ميديا ولا في الاعمال التلفزيه، فوي دونك لي فولورز كيلعبوا واحد الدور كبير. انا هذا العام هذا تفرجت مسلسل واحد
وانا عارفه بلي هذا العام تبارك الله المسلسلات المغربيه رائعه، ولكن تبعت واحد هو مسلسل المكتوب، وتبارك الله عمل رائع جدا وفيه واحد الممثلين اللي كبار بحال دنيا بوتازوت والفنانة الاخرين. فهاد العمل فريمون زوين بزاف وراه لقى واحد النجاح كبير بزاف، يعني كنشوفوا المشاهده ديالهم على اليوتيوب كبيره بزاف. رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه، والله يدخل عليكم ان شاء الله هذا رمضان.